كما تتعرف، بسم الله الرحمن الرحيم، كما تتعرف ان اليوم جامعه التربيده مقبله على تظاهرات عالميه كبيره في حجم كاس افريقيا 2025 وفي كاس حجم كاس العالم تظاهره عالميه ديال 2030. دونك اليوم التربيده لابد كاين واحد الديناميه كبيره يقودها السيد الوالي ومع السيده الرئيسه ديال المجلس ومع جميع المنتخبين منكبين على اخراج واحد جيل جديد من المشاريع كبيره اللي يمكن لها تكون في مستوى انتظارات وتطلعات ديال المنظمين ديال التظاهرات بهذا الحجم. اليوم كما تشوفوا كاين دوره تبع دوره. اليوم كاين مجموعه من الاحداث اللي متسلسله اللي خلات ان المجلس يتفاعل مع كل وحده، سواء بطلب من السيد الوالي، سواء بطلب من السيده الرئيسه، سواء بطلب من المجلس، فناهيك عن الدورات العاديه. فاليوم كاين مجموعه من المشاريع، كاين برنامج عمل كبير جدا وطموح في مجموعه من المشاريع اللي خلات ان هذه الدورات يكونوا. اليوم بيان ديال تنفيذ الميزانيه ديال 2023، هذا يعني من خلال القانون واحد الوثيقه مهمه جدا لابد من المصادقه عليها من طرف المجلس. تتبين اليوم ان الحمد لله كاين واحد، رغم الصعوبات ورغم ان الميزانيه ديال الدار البيضاء ان نقصت لها التافيه اللي كانت محوله لها بالنص تقريبا، ورغم هذه الاكراهات الماليه ورغم هذا الا بعد واحد التدبير واحد الترشيد واحد العقلانه في التدبير المالي، الحمد لله حققنا واحد يعني بشهاده الاخوان في المعارضه. كما تشوف اليوم كنا في اللجنه بشهاده المعارضه قبل من الاغلبيه، وهناك واحد تطور كبير ملموس، واحد نمو ملحوظ في المداخيل ديال جماعه الدار البيضاء، رغم ان هناك ديون كبيره تتعرفها جماعه الدار البيضاء، تتخلص الفوائد، تتخلص اصل الدين، اذا وكاين مشاريع كبيره كما تتعرف او النظافه تتاخذ ثلث ديال الميزانيه ديال الدار البيضاء، الموظفين يعني الميزانيه عاوتاني الثلث اخر تيكون الاجور ديال الموظفين، وتبقى ثلث. كاينين قضايا كبيره مفتوحه ضد جماعه الدار البيضاء، وبالتالي كاين مصاريف على 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 هاد القضايا المفتوحه في رداءات ديال المحاكم الوطنيه. دونك هنا كاين مشاكل كبيره، ولكن الحمد لله اليوم يعني كاين واحد الانجاز كبير حققته مدينه الدار البيضاء، وواحد التطور كبير في المداخيل، خلى لنا واحد الفائض اللي يمكن لنا نحققوا به مجموعه من المشاريع اللي تنتظروها الساكنه ديال الدار البيضاء. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.